ايام كابيتانو مصر اللي بنتابع فيها ماتشات جامده جدا واللي بيكون ممتع قوي بالنسبه لنا، وطبعا بالنسبه لكل الاولاد الصغيرين، وجود نجوم كبار قوي في كره القدم المصريه وكوادر منها بيشرفونا وينورونا. والنهارده معانا قلب دفاع على قلب رجل واحد دايما في ارض الملعب، نجم دفاع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، الكابتن محمد عبد المنعم. يا كابتن تحية كبيرة جدا. مش هعمل لك انتروات كده تاني خلاص. انت الانترو ده خلاص كده. عمور ما يجيش حاجة من بعد انترواتك وكلامك. كام والله خطير. برافو يا مريم، برافو. عامل ايه يا عمرو؟ كله حلو. مبسوطين جدا انت معانا النهارده. نور الدنيا والولاد فرحانين جدا. انا كمان مبسوط ان انا هنا والله، حاجة محترمة بجد وفكرة جميلة وتطور ما شاء الله عن السنة اللي فاتت، حاجة ممتازة يعني. الحمد لله. 14 سنة انت كنت لسه، حتى وانا بتابع كده تفاصيل الكارير بتاعك، كنت في الاول بتلعب مهاجم وبعد كده بقيت مدافع، مع ان المهاجمين بياخدوا فلوس اكتر. كنت عايز اكمل. مش عارفه، كنت مش متخيل كده الجاف اللي هتحصل في الفلوس. انت كنت عارف كده كنت كملت. لا والله كنت انا عندي 10 سنين كنا بنلعب بطوله في سباير قطر، فكان في فيرود جامد قوي في سباير، فالمدافعين عندنا كانوا لسه صغيرين، فالواد ماسكهم ضرب وتخبيط وعمال بقى يرايع وبتاع، فكابتن ياسر رجب كان مدرب في الناشئين فقال لي منعم رجع العب عليه مان تو مان. قلت له ازاي يا كابتن؟ انا في الفيرود. انا في الفيرود بتاعي من هنا لهنا كده. انا كنت بلعب رقم 10. قلت له كابتن ده رقم 10 ازاي ارجع؟ بس قال لي ارجع بس. فرجعت عملت ماتش حلو قوي عليه. فمن ساعتها بقى هو خلاص منعم مدافع. يا كابتن مش هينفع. اعيط وانا صغير اعيط. واكلم بابايا بقى اقول له بابا انا مش هروح النادي، انا عايز العب فيرود مش عارف. بس عمل الكومبو الخطير، بقى مدافع بس بيجيب اجوان. ما هي الحلاوه ساعتها. هو ده السر. ده السر بتاع الرأسيات الخطيره. قصصك كلها يعني قصه البدايه، وبعدين القصه اللي انا بحبها قوي بقى هي قصه امم افريقيا. قصة بقى يعني ولادة محمد عبد المنعم اللي هنعرفه. كارلوس كيروش جابك، كنت ساعتها في الفيوتشر صح؟ عرب الاهلي. كنت في الفيوتشر. وماتش نيجيريا الاولاني اكرم توفيق جاله صليبي. راح طالع، رحت انت نازل باك رايت. نزلت باك رايت، كنت قاعد نازل باك رايت. احكي لي بقى. وانت بتعمله معايا كده ليه وانا صغير؟ كابتن كان مستر كيروش على طول. هو كان مقتنع بيا جامد. مقتنع بيك. وساعتها ما حدش كان يعني اسمك ما كانش محدش. يعني كان في اسماء موجوده من السنين اللي فاتت، بس هو بصراحه الراجل ده ما بيقتنعش باسماء وقدامه في الملعب. منعم كويس، مسيحي كويس، خلاص لا انا شايف قدامي. فهو اداني الثقه واتكلم معايا. ممكن بعد اول ماتش ما كنتش كويس قوي في الباك رايت. لا سو كان ماتش صعب. كان ماتش صعب. احنا اتبهدلنا يعني. كان خلي بالك احنا خدنا البطوله تدريجي. ايوه يعني طبعا. ايوه خسرنا اول ماتش، ثاني ماتش كسبنا 1-0. يا دوبك. ثالث ماتش تدريجي. فكانت بطوله كويسه ليا طبعا. وبعدها الونش اتصاب الماتش اللي بعده. رحت ناقل عمر كمان نزل باك رايت، وانت داخل مساك. هم كانوا بيدعوا كتير. لا بس معايا بقى يعني هديك اسمي كده. بس انت مسكت فيها ومسكت فيها ومسكت في الفرصه. كنت احسن مدافع مش في المنتخب، كنت احسن مدافع في البطوله. لازم تحط رجلك، لازم تحط بصمتك. ورجعت على طول بقى منها على النادي الاهلي. كلها على طول لقيتهم في التليفون قالوا لي خلاص انت رجعت. هتلعبوني فين بقى؟ ناويين على ايه؟ انا لسه في البطوله والله. كان قبل الماتش النهائي منعم انت خلاص رجعت. تمام كويس والله الحمد لله. يعني رحنا على كاس العالم على طول بقى. كاس العالم للانديه. طب خليني اسالك كام سؤال سريع كده يا عبد المنعم. تحب الصيف اكتر ولا الشتاء؟ احب الصيف. احب الصيف. بتحب عبد الباسط حموده اكتر ولا ويجز؟ احب ويجز. ايه ده؟ انا قلت انا مش عارفني وكده هيشتغل بس لا ويجز. احب ويجز اكتر. طيب بنت حلوه ولا دمها خفيف؟ بلاش طمع. حاجة واحدة. ايوه لسه ما اسمعش كلامه، مفيش حاجة كاملة. اسمع مني. ممكن تبقى فيه كاملة. هيدور. مش عرايس الزون. طيب ليفربول بتشجعه في انجلترا؟ طبعا اكيد. بس لو رحنا لاسبانيا ريال مدريد ولا برشلونة؟ برشلونة. برشلونة. هالاند ولا امبابي؟ امبابي. امبابي. طب زيزو ولا فتوح؟ لو ينفع تاخد حد منهم
ولا حد لو سمحتي يعني نكتفي باللي هم باللي هم جابوه ونكتفي بهذا القدر وشكرا زيزو وفتوح ان شاء الله الاثنين افتراضي يا عمرو الاثنين لعيبه جامده قوي بجد حاول القوه الا بالله اتمنى الاثنين يعني ده زي حلوه ودمها خفيف كده حلوه ودمها خفيف وزيزو وفتوح على طب بلاي ستيشن ولا طاوله بلاي ستيشن جامد فيها يعني مش انت جامد قوي يا عمرو في البلاي ستيشن صح؟ يعني بقول يعني بقول شويه كده فيفا بليز لا فيفا خليني اسالك كمان انت جبت الشطرانه دي منين؟ معلش بس يعني من غير مقاطعه كده طب الصلايه كان بيشغلها لنا فبنقول له يا صلايه ده اقفل اقفل قبل الماتش ولا عامه؟ واحنا في الجيم فبقول له اقفل الصلايه اللي انت مشغله ده غير غير فجت واحنا ماشيين كده في احنا طالعين بقى الممر في بعد الماتش حاجات طاهر دي طبعا عمال نشوف بقى هنشغل اغنيه ايه هنشغل اغنيه ايه قالك سطلانة 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 13 اغنية في العالم دي ايوه دي راحت بجد يعني لا بجد عايز اقول لك ده كل حتة بيكلموا طاهر اللي بيغنوها كلموا طاهر بيشكروه فبيقولوا له احنا عايزين نستقر معاك ايوه طبعا انا شفت الصورة لعلي ربيع مع علي ربيع كلمه والله انا هتصور مش عارف ايه كتير طيب انت علي معلول لما مسكته بقى في بعض كده كان ايه ده؟ كان بيقول لك ايه ولا بتقول له ايه ولا كنت بقول له يعني كان في كذا كورنر فانا على طول بتفق معاه علي اعملها على الاولى مالكش دعوه فطلعت في اول علي مش معايا خالص علي انا ركز له فانا وانا طالع كورنر ده فرحت رايح له بقى وقلت له ركز العبها على الاولى مالكش دعوه فلما لعبها لي وجبتها وبتاع بعد الاحتفال بتاع قلت له مش قلت لك العبها على الاولى برضه وهو مبسوط مش قلت لك العبها على الاولى قلت لك هجيبها جامد قوي لا خلي بالك علي رجليه ما شاء الله حلوه قوي فالسيناريو انا على طول انا هو عامل لي 6 جوان هو اللعيب اللي عامل لي الاسيستات في النادي ف لعيب كبير هو الصراحه فبقول دور مش قلت لك انا بقى على الاولى وبشده كده هو جامد قوي الحركه دي هو بيقلدها دلوقتي حاسس بالاحساس بالظبط حلو قوي طبعا شكرا يا مان على القعده الحلوه دي ومريهان خلاص دي مش هتبقى اخر مره لا 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 دي اول سيزون 2 تجديدات وكله جديد انا شايفكم ان انتوا عاملين ديوت حلو قوي الصراحه احنا اصحاب بقالنا سنه بس احنا النهارده بس كنا ايه خفاف عليك ايوه اللي هيجي بعدك مش هترحمه